اتكلمنا المره اللي فاتت عن الهيستوجرام، وعرفنا الهيستوجرام بيمثل التوزيع او ديستريبيوشن بتاع البيانات الرقميه، وكان المثال بتاعنا المره اللي فاتت هو العمر الايج، كانت الداتا الرقميه بتاعتنا. وبعد ما شفنا ازاي نعمل هيستوجرام عن طريق اس ان اس دوت ديست بلوت، اهو زي ما المره اللي فاتت اس ان اس دوت ديست بلوت، وبعد كده تفتح اكواس وتكتب اسم الداتا بتاعتك، وبعد كده تفتح كيرلي براكتس الاكواس الثانيه دي، وتكتب جواها الايه الداتا اللي انت عايز تعمل لها، تشوف التوزيع بتاعها وتعمل لها هيستوجرام. فالهيستوجرام اسمه في سيبورد ديست بلوت. تعالى بقى نلعب شويه في الداتا بتاعتنا دي. نلعب ازاي؟ تعالى مثلا لو انت شايف ان انت عايز اعداد معينه من البنز، يعني انت عايز اعمده معينه، وليكن انت عايز 5 اعمده فقط، فتقول له بنز يساوي 5. هنا خلى عدد الاعمده 5 فقط، بحيث ان كل عمود فيهم دلوقتي بيمثل 10 عمر من 30 ل 40. الناس اللي عمرهم 30 ل 40 و40 ل 50 ومن 50 ل 60 ومن 60 ل 70. ونلاحظ ان اكثر فئه عمريه هي من 60 ل 70، وعددهم الناس اللي من 60 ل 70 حوالي اكثر من 100 شخص من 60 ل 70. طيب ده بالنسبه للبنز. طيب لو انت عايز تلعب في الكالر، يساوي مثلا تخليه ايه؟ تخليه ار يعني ريد. تقدر تستخدم اختصارات الارقام، يعني بدل ما تكتب اختصارات اصلي حروف، بدل ما تكتب ريد تكتب ار، او هنا ريد برضو هتلاقيها نفس الفكره، او ممكن زي ما علمتك مره فاتت كولر بيكر. لو انت شفت كولر بيكر اهو، وتشوف انت اللون اللي انت عايزه مثلا ده، وتاخده كده وتاخده بالبرضو الايه الهاشتاج شباك، وتحطه عندك هنا مكان الايه كولر، شفت انتر اهو، وتلعب براحتك يعني في الالوان. يبقى دي فكره الايه الهيستوجرام. تعالى لو انت عايز تحط زود قصد حجم الصوره، تقللها تنقصها، علمناها قبل كده كتير، انت هتكتب بي ال تي اللي هي مايت بروتليب بي ال تي. طبعا احنا مستدعينها، ما تنساش ان احنا مستدعينها مايت بروتليب دوت، وبعد كده فيجر علمتها لك كتير قبل كده فيجر، وبعد كده تقول له فيج سايز، فيج سايز يعني حجم الصوره، ويساوي وافتح كويس افتح كويسك. واحنا اتعودنا ان افضل رينج هو كام؟ هو 9 في 6، في اللي هي كوبري مش 9 في 6، وشفت انتر تلاحظ ان هي كبرت، ممكن تخليها حاجه مختلفه 12 مثلا في 6، برضو هتلاقي ايه ان الصوره بدات تكبر معاك. وبرضو نفس النظام لو انت عايز بقى ايه تحط اسم، يعني مثلا بي ال تي دوت تايتل، او ايه تفتح الاقوس بتاعتك وتسميه مثلا age distribution، شفت انتر، وهكذا حطينا عنوان ليها. عايز بعد كده تحط اكس اكسس واي اكسس برضو بي ال تي دوت اكس ليبل، وسميه مثلا age، ماشي age اهو سميت age، وهكذا. انا علمتك كل دوت المره اللي فاتت. يبقى دي فكره انت تعمل ميكس بين اس ان اس او سيبورن مع الايه مع مات بلوت.